موجز الأخبار من وكالة رم للأنباء يقدمه أسامة بليبلي. احتلت الحمى المالطية الصدارة في الأمراض السارية في المملكة بعدد إصابات وصل إلى ما يقارب 341 إصابة خلال الفترة منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية أيلول الماضي حسب ما كشفت إحصائيات لوزارة الصحة. حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من تطبيقات وهمية أو مزيفة يهدف مطورها إلى اختراق هواتف المستخدمين وسرقة بياناتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم ابتزازهم بها مقابل المال. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي اليوم قافلة مساعدات إنسانية طبية إلى الأشقاء في قطاع غزة. قالت وزارة الزراعة أن معاصر الزيتون القائمة على مستوى المملكة تواصل أعمالها حتى نهاية الموسم مع انقضاء شهر كانون الأول المقبل وسط إقبال متواضع في ضوء انعدام الهطول المطري حتى حينه. وبيّنت الوزارة أنه سيصار الموسم الحالي إلى تصدير ثمار الزيتون لدول عربية وغير عربية بكميات تقل عن الموسم الماضي. إلى الأخبار العالمية، فتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح الحدود استثنائيا في كلا الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين، وذلك للمرة الأولى عقب سيطرة حكومة التوافق الفلسطينية على المعبر بداية الشهر الجاري. وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري صباح اليوم إلى فرنسا قادما من السعودية حسب ما أفاد تلفزيون المستقبل التابع للتيار الذي يتزعمه الحريري. ومن المقرر أن يجتمع الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم. قررت السعودية استدعاء سفيرها في برلين احتجاجا على تصريحات لوزير الخارجية الألماني لمح فيها أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري محتجزا ضد إرادته في الرياض. وفي الأخبار الرياضية، باغث فريق الحسين إربد مستضيفه فريق البقعة وتغلب عليه بخماسية مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما يوم أمس على استاد الملك عبدالله الثاني في الجويسمي في افتتاح مباريات الأسبوع التاسع من دوري المناصير للمحترفين. استأنفت مدارس أكاديمية عمان الأسبوع الرابع على التوالي مباريات نصف نهائي من دوري خماسي كرة القدم لصغار الأكاديمية، حيث شهدت البطولة حضورا مميز لأهالي وأولياء أمور الطلبة. أما عن حالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة في مناطق جنوبي وجنوبي شرق العاصمة عمان، في حين يكون الطقس مستقرا في مختلف مناطق المملكة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية ودافئة في الأغوار والبحر الميت مع ظهور غيوم على ارتفاعات عاليات، وتكون رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات في شرق المملكة. نهاية الموجز، وللمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني ram-online.net. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.